تنويع مصادر الطاقة رؤية حددها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته يوم السبت إلى مقر وزارة الكهرباء ومحطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الثانية بهدف تجاوز أزمة تجهيز المواطنين بالطاقة بعد أن خرجت الشبكة الوطنية عن نطاق الخدمة منذ بضعة أيام نتيجة لاستهداف عدد من الأبراج الناقلة. هناك كما ذكرت قوى واهمة أن العراق أو الحياة العراقية ممكن إيقافها عن طريق مرة في قطاع الكهرباء، مرة في الخدمات، ومرة في عمليات عسكرية عبثية لا تريد استقرار العراق ولا تريد العراق الخير. ولهذا نعمل بكل جد لتطوير قطاع الكهرباء. الكاظمي أشار إلى عمليات الفساد وسوء الإدارة وفقدان الجدوى الاقتصادية من عشرات العقود التي أبرمتها الإدارات السابقة والتي نتج عنها إهدار أكثر من 80 مليار دولار حسب تأكيده، لافتا إلى تفاقم معاناة المواطنين بسبب ما أسماه بالقوى الواهمة والساعية إلى عرقلة إسناد قطاع الطاقة على حد وصفه. نعمل على إنهاء الخط ربط مع دول الخليج مع الأردن، وعندنا خطنا مع إيران وكذلك مع تركيا، ونفكر كذلك في الكويت. أتمنى من الوزارة يعطوني تصور خطتهم شلون نتحدى الأيام الصعبة في شهر تموز، شهر آب وسبتمبر. يجب أن نعمل بكل قوة لتوفير كهرباء. مراقبون أشاروا إلى أن قوى سياسية وجماعات مسلحة تمكنت في السنوات الماضية من تحقيق ثروات طائلة من عقود الطاقة، كما أنها تسعى جاهدة إلى إبقاء الحال على ما هو عليه. هنالك شخصيات ومؤسسات حكومية بالإضافة إلى أحزاب سياسية ومجاميع مسلحة وكذلك جهات استثمارية وأقليمية وحتى عالمية، منها جميعها مستفيدة من الأزمة الحاصلة في التيار الكهربائي في العراق، وتحاول جاهدة أن تطيل عمر هذه الأزمة. وتبلغ الحاجة الفعلية للعراق من الطاقة الكهربائية 40,000 ميجاوات، فيما يبلغ الإنتاج الإجمالي نحو 20,000 فقط، ما جعل العراق يعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة من دول الجوار وخاصة إيران. وقد حذر الكاظمي من تحويل قطاع الكهرباء إلى ورقة للصراع السياسي بين الكتل بعدما استقطعت بعض الأموال المخصصة لأعمال صيانة المحطات من موازنة 2021. يوسف الحسيني، الحرة، أربيل.